تبنى البرلمان الأيرلندي قانونا طارئا لمعالجة الثغرة القانونية التي خلفها حكم محكمة الاستئناف بعدم دستورية القانون المنظم لتداول أكثر من 100 مادة مخدرة من بينها كيتامين وحبوب إكستاسي. وبموجب الحكم فإن حيازة هذه الأنواع من المخدرات يعد أمرا مشروعا، وهو الأمر الذي حذر من خطورته في وقت سابق وزير الصحة الأيرلندي. ودخل القانون الجديد الذي يجرم حيازة هذه المواد المخدرة حيز التنفيذ بعد تمريره في غرفتي البرلمان وإقراره من قبل الرئيس مايكل دانيال هيغنز. وكانت محكمة الاستئناف قد اعتبرت أن القانون السابق الصادر عام 1977 غير دستوري نظرا لصدوره آنذاك دون التشاور مع البرلمان.